مساء الهلو، مساء الفل، ومساء الياسمين على أحلى مشاهدين مشاهدي قناة المحور. بلشنا حلقة جديدة من برنامجكم هو وهن. تحية كتير كبيرة مني أنا رند العلمي، وتحية كمان كبيرة لزملاتي الحلوين مروة وعمر. مر كيف حالكم؟ الحلوين هناء وشيرين. بالضبط كده، حسيت بالإهانة سيكا وأنا جاي عليا الكاميرا اللي هو إيه إزيك يا عمر؟ إزيك يا مروة؟ إزيك يا رند؟ وإزيكوا أنتوا يا أحلى ناس في العالم؟ النهاردة الحلقة بتاعتنا لذيذة جدا، بس قبل ما نتكلم عن الحلقة حابة أرحب بمروة. انتوا اتنين لابسين جلد، ايه الجمال انتوا الاتنين ده؟ شتا بقى وجمال الجلد صح؟ غيران اجيب لك انزل. حاسس ان انا لابس اندر دريس ده قوي، بقيت لابس هودي والاتنين لابسين شياكة. لا والله انا معجبة جدا من الصبح، بقول له اللون اللي انت لابسه حلو، يعني بياخد العين حلو. كنكني ودفني يالك تبدل؟ هكمل كده بقى. ايوه تبدل؟ يلا. طيب خليني في البداية اسلم على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة. ان شاء الله النهاردة يوم جديد ومعانا فقرات كتير مختلفة ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. اول خبر بقى هنقوله ايه يا عم؟ يعني انا قبل ما ندخل في الحلقة يعني لازم ان انا صراحة اديكم شوية طاقة سلبية كده بحدث حصل لازم ان احنا نقف عنده كتير قوي. عشان اللي حصل ده حصل لطالب جميل اسمه احمد خالد، ضحية جديدة لأسوأ حاجة حصلت على الانترنت، هي التحديات اللي بتحصل على التيك توك بالذات. التحديات دي يعني حقيقي حاجة مؤسفة جدا، وضيعت اطفال كتير لان هم بيعملوها من غير وعي ومفيش رقابة على الموضوع ده. للأسف الاهل مش هيقدروا يعرفوا، واحنا شايفين دلوقتي الموضوع اللي حصل. انا ما راح اقدر اشوفه ابدا ولا انا هقدر. لا لا لا، الموضوع صعب جدا، الفيديو حقيقي صعب جدا. انا صراحه فاحنا معانا دلوقتي الدكتور بيشوي نبيل الاستشاري العظام. الو، هي دكتور ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا، ازيك يا دكتور بيشوي؟ انا كنت حابب ان انا اسال حضرتك الاول خالص ان احنا نطمن على الطفل، فقول لنا بالظبط ايه الحاله بتاعته دلوقتي. في ناس بتقول اشاعات ان هو بعد الشر اتشل، او في ناس بتقول حاجات تانية مختلفه، فطمنا على احمد خالد دلوقتي وعامل ايه بالظبط، ايه الحاله بتاعته بالظبط؟ هو حاليا حالته مستقره. بس ايه التشخيص بتاعه؟ هو التشخيص بتاعه هو جالنا الاستقبال كان بيعاني من كسر في الفقرة العنقية نتيجة الإصابة اللي حصلت له. وده كان مأثر على الأعصاب بتاعة الطرفين السفليين والعلويين شوية. أوكي. هو تم إجراء جراحة دي، وهو حاليا يعني قيد العلاج، ويعني إن شاء الله يتحسن. لكن هو حالته حاليا مستقرة وفي انتظار ان هو يتحسن اكتر وقت. بس هو مش زي ما قالوا بعد الشر ان هو حصل له شلل؟ هو كان جاي عنده في ضعف شديد جدا في الحركة بتاعت رجليه، وكان بدأ كمان يحصل ضعف في حركات ايديه. حاليا الوضع يعني مستقر، ما تحسنش 100%، لكن بإذن الله يتحسن. بس هيقدر يمشي قصدي بعد كده ولا لا؟ دي حاجه هتبان في الفتره القليله اللي جايه. يا رب ان شاء الله بنتمنى له كل خير ان شاء الله. طب دكتور بدي اسالك سؤال، يعني هلا انت حضرتك كتبت وحذرت من اللي عم بيصير على التيك توك، ايش اكثر هيك شغله خلينا نحكي قلقتك في حالته لاحمد؟ هو اللي خلاني الحقيقه احاول ان انا يعني انشر القصه بتاعت الطفل ده، ان هو مش اول حد احنا نشوفه بسبب التشالنجز او بسبب الحاجات اللي بتطلع على السوشيال ميديا. فكان لازم ننوه ان القصه دي بدات تنتشر، وبداوا الاولاد يحاولوا يقلدوا الترندات يعني اللي بتطلع دلوقتي. وبقى الموضوع مش مجرد خطر بس على حالتهم النفسيه والاجتماعيه، لا ده بقى خطر على حياتهم كمان. في ناس بتتم باعاقه. مظبوط. كان لازم ان احنا نحاول ننوه الاطفال او الاولاد دول، لان هم مش ناس صغيرين، هي ناس بتفهم. فاحنا يعني محتاجين ننوه على قصه ان مش كل حاجه لازم نقلدها، لان للاسف هي الحاله دي هي اول حاله نحاول ننشرها شويه او نوعي الناس بيها، لكن هو للاسف مش اول حاله بسبب المشكله دي. طبعا صح 100%. يعني فعليا من اصعب الشغلات اللي عم نشوفها بالذات انهم شباب زي الورده ما عم بيفكروا خلينا نحكي بعواقب اي شيء بيعملوه. يعني دكتور عن جد يعني بنشكرك كثير، وشكرا انك انت وضحت لنا حالته لاحمد وطمنتنا عليه، وان شاء الله يا رب دائما هيك بنسمع الاخبار الطيبه عن كل شبابنا وصبايا مصر العظيمين.
مروة عندك إضافة على الموضوع ده؟ أنا حاسك متأثرة جدا جدا طبعاً جدا طبعاً. يعني أقول لك على حاجة، حتى لو الفيديو ده منتشر بشكل كبير على تيك توك، لكن التحدي ده بالذات يا رند، الولاد المفروض لما بيشيلوا الولد بيلحقوه من تحت، فدي طبعاً ترجع للتربية. يعني في أمهات وأباء بس يعني وظيفتهم التحدي الأصلي بيلحقوه طبعاً، ما هم سابوه جريوا، أنت اللي هو ده اللي حصل له للولد. أي طبعاً أنا مش قادر أشوف. أنا شفته أنا قعدت يومين يا رند، والله أنا قعدت يومين يعني قلبي وجعني. الفكرة كمان إن الأباء والأمهات دلوقتي وظيفتها بتدي فلوس، هي دي التربية. لازم نربي ولادنا على الرحمة. يعني انت شايف ولد لوجيك كده من غير اي حاجة، عندك 16 ولا 15 سنة، شايف نفسك بترفع طفل او ولد او اي حاجة بتلحقه، يعني سابوا الولد بالقوة يعني الدفعة من الفوق للأرض. فطبعا حصل له كل الإصابات دي. صعبة صعبة جدا صراحة. يعني أكيد ألف سلامة على أحمد. يا رب بإذن الله يطمن أهله وأمه وأهله كلهم إن شاء الله. وبدي كمان أحكي للمشاهدين، يعني حتى أنتوا كأهالي بعرف الفيديو كتير صعب، بس لازم نتعد منه. ممكن كل واحد فينا جد يمسك أولاده يفرجيهم هذا الفيديو عشان يعرفوا إيش ممكن لا سمح الله يصير من هاي التحديات السيئة اللي عم تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. صح. خلينا هيك شو رأيكم نفصل نرجع بطاقة إيجابية. فاصل سريع أكيد مشاهدينا، وبعدي أكيد رح نكمل في هو وهن وطاقتنا الإيجابية. المنصورة وجمال المنصورة، وزي ما بيقولوا دايما الأصل أحلى من الصورة. الحقيقة في كلام حلو جدا كتير اتقال عن المنصورة وبنات المنصورة، كلنا انبهرنا بمدينة المنصورة الجديدة اللي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقفنا كلنا قدام بنت المنصورة الجميلة اللي طلبت تعزف قدام سيادة الرئيس، وفعلا عزفت قدامه وهي منورانا النهاردة معانا في هو وهن. فعلا يا عمرو كلنا حسينا جدا بالفيديو ده واحنا بنتفرج على افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، انها فعلا حتة من الجنة. وياسمين بقى غير طبعا المنصورة، ياسمين نفسها خطفت قلوبنا كلها. وياسمين فؤاد هي مصممة حلي وعازفة أورج، اهدت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفيديو ده انتشر بشكل كبير جدا، سبحة بسيطة من عمايل ايديها. السيد الرئيس الحقيقة استجاب لطلبها، انها نفسها تدخل معهد الموسيقى العربية وهي بتعزف الأورج. السيد الرئيس بقى رد بجملة جميلة جدا، قال لها، هي قالت له نفسي ادخل المجال يا سيادة الرئيس، قال لها المجال موجود واحنا مستنيينكم. الحقيقه الكلمه دي جميله جدا، ان هو كان عنده استجابه كبيره جدا لكل العارضين. منورانا النهارده من استوديو ياسمين فؤاد مصممه حلي، اهلا بيكي ياسمين. اهلا بيك. منورانا. ازيك ياسمين، ايه الاخبار؟ الحمد لله. منورانا في هو وهن. وعايزينك بقى في الاول خالص تحكي لنا عن الحدث الكبير اللي حصل لك ده. انت عرضتي قدام الرئيس وكمان اديتي له هديه من الحلي بتاعك، لما قابلتيه كنت مرتبكه فرحانه، كان احساسك عامل ازاي؟ لا فرحانه طبعا. طبعا اول ما عرفت ان هيقام حدث زي ده طبعا كنت مبسوطه جدا، وطبعا حاجه كبيره ان انا اشارك فيه قوي طبعا. بس الحمد لله جت. انا كنت داخله على اساس المعرض اللي هو افتتاح كورنيش المنصوره الجديده، فالحمد لله هي جت بقى من هنا. فهو انا في الاساس انا يعني بعزف اورج الحمد لله. ف طبعا من امنياتي ان انا كنت اعزف قدام سيادته طبعا. دي حاجه كبيره قوي عندي وشهاده. اترشحتي ازاي طيب للموضوع ده؟ احنا بنشوف دلوقتي العرض على الشاشه بتاع سياده الرئيس، وانت بتدي له تقريبا الاكسسوار. انا اترشحت، كانت حاجتي دخلت في المحافظه. كان الحمد لله كان في تقييم وتم اختياري من العارضين، يعني من الحاجات القيمه يعني اللي هتتعرض في الافتتاح ده. صح. الف مبروك. ربنا يبارك. انت قولي لي بقى ايه المنتجات اللي انت بتصمميها بايدك؟ يعني انت بتشتغلي دايما السبح دي بتبقى من تصميم ايدك ودايما بتبقى عندك ابداع كده فيها، قولي لي بتشتغلي ازاي؟ هو مش سبح بس، هي سبح اللي هو الكوليهات، الميداليات، اللي هو كل مشتقات الاكسسوار. كنت بشتغل الاول بالخرز عادي جدا، وبعد كده طورت نفسي لحد الحمد لله ما وصلت الاحجار الكريمه. صح.
فطبعا ده بيبقى في انتقاء للخامات، في ان انا باخد فتره طبعا واخد وقت في كل تصميم قطعه معينه، انا اللي برسم الصوره بتاعتها، يعني الصوره بتاعتها انا بتخيل الشكل بتاعها وببدا ان انا انفذ على الاطار ده، والحمد لله بتطلع النتيجه يعني كويسه. لما بتطلع بحس ان في حاجه مش حايزه على اعجاب الناس، او في حاجه حاسه ان هي ذوقها غريب شويه، فببدا ان انا اعمل لها اعاده تدوير من تاني واطلعها بشكل مختلف. تحفه. طب انا عايز بقى بعد الكلام الحلو الكتير ده ان احنا نسمع منك حاجه من اللي عزفتيها او اي حاجه انت تحبيها على الاورج. تمام. هو انا طبعا المره دي بقى الاورج بتاعي محضره ايه بقى النهارده؟ محضره ان شاء الله نسمع اول حاجه اللي هي اكدب عليك ورد. الله. تروبينا بقى. يلا بينا. الله عليكي وتسلم ايدك. تسلم ايدك بجد. قولي لي بقى، مين علمك العزف على الاورج من وانت صغيره؟ اكيد هو مش ما يعني ما كنتش صغيره قوي، كنت وانا للاسف يعني بدات متاخر شويه، بدات في حوالي ثالثه اعدادي تقريبا، بس بعد كده بقى حب الموسيقى هو اللي هو اللي طغى يعني في الموضوع يعني. فطبعا بدأت في المدرسة كان عن طريق احتفالات اللي بتقام في وزارة التربية والتعليم ساعتها، والحفلات اللي كانت بتتعمل في المدرسة فمن هنا بقى جت حبي للآلة، وطبعا حبي للمدرس خلاني ان انا اللي هو اشوف بقى ده ايه اللي بيحصل، انا عايزة عاجبني الموضوع قوي. فالحمد لله كنت بادئة غنى طبعا الأول،
بجد انت بتغني كمان في كورال صح. بس بعد كده الحمد لله يعني اخترت الآلة واصريت بقى ان انا اكمل. طب انا عايز اسالك برضو، هو مين مثلك الاعلى في المجال ده؟ مين اللي حببك في مجال المزيكا؟ موسيقى عمار الشريعي طبعا، الله يرحمه. الله يرحمه. ده اساسا كنت يعني بسمع البرامج بتاعته، بسمع شرحه يعني للمقطوعات، يعني للنوت، فلا ده اسطوره. انت علمتيها سماعي مش كده؟ انا اتعلمت سماعي ولحد دلوقتي يعني بطلع الحاجه سماعي وبعد كده اكتبها. اكتب النوته بتاعتها. اوكي. لما انت كنت في المعرض وبتعرضي الحاجات، وانت يعني طلبتي من الرئيس قلت له انا نفسي ادخل المجال يا سياده الرئيس، وكان طبعا السيد الرئيس يعني دمه خفيف ورد عليك قال لك المجال موجود واحنا اللي مستنيينكم، حسيتي ان انت فعلا امنيتك هتتحقق وان هو كان يعني مهتم جدا بافكاركم؟ طبعا يعني كفايه طمأنة بس اللي هي انه سيادته سمعني او ان سيادته عارف ان في مواهب وكده، دي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. هو انا طلبت من سيادته ان انا انضم لفرقه الموسيقى العربيه. هو انا درست يعني الحمد لله انا في الماجستير انا ربطت ما بين الدراسه الاصليه بتاعتي وما بين جزء معين خاص بالموسيقى. طيب اللي هي كانت ايه الدراسه وايه الجزء المعين؟ انا درست اداب انجليش. ودخلت طبعا حب الموسيقى في 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 موضوع يعني الرساله اللي هو الموسيقى المسرحيه او المسرح الموسيقي او ازاي ان من خلال المسرح ومن خلال المؤثرات الصوتيه اقدر اعبر عن المشهد، وان ازاي الموسيقى بتوصف ده من غير حتى ممكن يحصل فيه كلام. وان شاء الله اكمل الدكتوراه برضو في المجال المكمل لنفس الموضوع. ده منظور جميل جدا للمزيكا حقيقه. طب انا عايز اسالك، انت اساسا دخلتي كليه الفنون ولا اكاديميه الفنون ولا لا؟ لا. انا دخلت اخذت ليسانس اداب انجلش وبعد كده اخذت الماجستير. اوكي. انت عبرتي عن اللي جواكي لسياده الرئيس، ودلوقتي انا عايزاك تعبري عن كل اللي جواكي لكل الساده المشاهدين لو عايزه تقولي حاجه قبل ما نختم الفقره. يعني عايزه اشكره طبعا، لان هو لولا دعم سيادته ليا يعني ما كانش يبقى فيه كل الطاقه دي، ما كانش يبقى فيه كل الطاقه الايجابيه، ما كانش يبقى فيه اللي هو الحب ان انا اشتغل بحب او ان انا اشتغل بشغف كده ان انا عايزه انتج واطلع احسن ما عندي. فطبعا اشكره. طب بتقولي ايه للناس اللي انت بالنسبه لهم مصدر الهام؟ اقول لهم هو اهم حاجه بس اللي هو نشتغل على نفسنا كويس. كل اللي عنده موهبه او ربنا حماه بحاجه معينه ما يسيبهاش، ما يركنهاش على جنب، لانها بجد دي بتبقى رساله انت مبعوت ليها. فكمل واختار الطريق الصح بتاعها. صح جدا. طب احنا عايزين نسمع حاجه كمان وبعد كده هننهي الفقره.
الله عليك. الله تسلم ايدك. احسنتي. بجد النهارده نورتينا ياسمين حقيقي، وكانت فقره يعني احنا نفسنا انبسطنا جدا بالعزف وانبسطنا بالكلام معاكي وفخورين بيكي جدا. انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده. احنا كمان معانا النهارده ياسمين فؤاد مصممه حلي وكمان عازفه. صح يا مروه انبسطنا جدا 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 دي. يعني بصيره القلب بتخليك تبدع فعلا، كانت فقره مبدعه. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، هنروح لفاصل صغير ونرجع تاني، استنونا. لسه مكملين معاكم في هو وهن، ولسه مكملين عن كلامنا عن المنصوره وبنات المنصوره وشطارتهم في انهم يعرضوا، خلينا نحكي، شغفهم ومنتجاتهم اللي صنعوها بايديهم اللي عن جد بتنلف بالحرير قدام فخامه الريس خلال افتتاحه مدينه المنصوره الجديده. وزي ما سمعنا وشفنا ياسمين فؤاد، هلا اجى الدور على هبه شاهين. هبه شاهين بقى مصممه منتجات جلديه، والحقيقه منتجاتها فعلا مختلفه وجديده وغير تقليديه بالمره. وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي معجب جدا بشغلها، لان فعلا شغلها مبدع. هنعرض النهارده بعض المنتجات اللي عاملاها في هو وهن، هنشوف مع بعض كل منتجاتها. بس في البدايه خلونا نرحب بضيفتي اللي منوراني، هبه شاهين. ازيك يا هبه؟ اهلا بيكي. اهلا وسهلا فيكي هبه، نورتينا في هو وهن. في الاول تسلم ايدك على كل الحاجات اللي انت عاملاها دي. شكرا ليكي. طيب في البدايه خليني اعرف، يعني المنتجات اللي انت بتعمليها دي مش منتجات تقليديه بالمره، حاجات فعلا مختلفه. لما انا بصيت على شغلك لقيت حاجات فعلا يعني مختلفه. التصميمات دي نفسها بتجيلك منين؟ هي طبعا من السيرش، من البحث على يعني مواقع كتير. وانا طبعا انا في الاول ان انا بحب ان انا اكون حاجه غريبه، انا دايما يعني احب ان السيده تمسك حاجه غريبه محدش ماسكها تاني او مختلفه، حتى لو انا عملت منها كذا قطعه بس تكون مختلفه يعني تلفت النظر. انا بحب كده حتى في حياتي، في لبسي، في اسلوبي، بحب كده. يعني هذا الشيء اظن هبه صار معاكي ولفت انتباه الري الصراحه. بدي اياكي تحكي لي اكثر عن لحظه اللقاء مع جميله طبعا عبد الفتاح السيسي. كيف كانت الاجواء؟ ايش علق على منتجاتك؟ احكي لنا اكثر، احنا بنحب نعرف. طبعا انا كنت يعني بتمنى ان الرئيس يعني يعدي من عليا ويشوف المنتجات بتاعتي، وطبعا بالفعل كنت بتمنى، والحمد لله ربنا حقق امنياتي. هو جميل جدا وقال شغل حلو جميل، هو كل حاجه عينيه جت على كل المنتجات. طبعا كانت لفته نظر الشنطتين السفر الكبار اللي هم زي الجيتار. انا طبعا انا عملتهم على اساس ان تغيير من نمط شنطه السفر المربعه التقليديه. في عندي زمايل عملوا شنط سفر بس تقليديه برضو مربعه. زي ما احنا شايفين حبيت طبعا ان انا اغيرها مع سياده الرئيس. كان يوم جميل جدا طبعاً، وكان الاستقبال حلو وكان حلو جدا اليوم. علق بقى على الشنط الكبيره، انت بتقولي اللي هي شنطه هو لفت نظره. علقنا فعلا عليها في الاستوديو، حتى لما الرئيس يعني شويه دي شنطه الكمان لفتت نظره اكتر، يعني دقق فيها اكتر. حبيت ان انا اشرح له ايه اللي انا عاملاه. زي ما احنا كنا شايفين دلوقتي في حفر على الشنطه اللي انت كنتي اللي احنا دلوقتي كنا شايفينها مع بعض. الحفر ده انت بتوصلي للرسمه دي ازاي؟ يعني ده شغل هاند ميد متميز جدا. انا بجيب الرسمه من على الموقع على جوجل عادي، وعملت سيرش عليها وكبرتها بمساحه الشنطه وطبعتها. طبعا الجلد لازم نبله قبلها برش بخاخ كده، وبدات ارسم الرسمه وبدات احفر عليها باداه معينه. بس هو طبعا المرسوم ده قصر البارون، انا حبيت ان انا اعمل حاجه موجوده مختلفة في مصر يعني، وكلنا بنروح لها وبيجي لها زائرين من بره، فانا حبيت فكرة اعملها. يعني مش قصر فرعوني ولا كده، لا يعني هو تراث موجود في مصر. بس مثلا في الشنطه اللي جنبك عليها ده النوبي. طبعا يعني التراث النوبي يعني جدا جميل. جديده في النهايه يعني مديها شكل البيت النوبي بفتحه الباب وعليها القفل النحاس. برضه عملت حاجه مختلفه عن اصحابي. يعني انا ملاحظه انه الجيتار، خلينا نحكي الالات الموسيقيه، طاغيه اكثر هيك على شغلك. لا من ده على ده، بس هو اساسي فكره الاله الموسيقيه، مش ان هي اله. شكل الشنطه يبقى شكله غريب بس. أوكي. بس في الات، يعني في اله انا عملتها اللي هي اله السمسميه، كان عليها دي اخذتها من اللي هو مرسوم على المعابد المصريه. حلو. فنفس الشغل بالظبط، نفس الدق، كانت زهره اللوتس، بس الحمد لله يعني اخذتها عميله يعني. طيب فكره الهاند ميد نفسها فكره يعني عايزه فكر كتير، وان انت تقعدي دايما تفكري وتعملي سيرش وتشوفي ايه الجديد عشان توصلي للرسمه اللي انت هترسميها على الشنطه.
الشنطه. او التصميم بالظبط. فكرتي في الهاند ميد امتى؟ يعني ممكن الطبيعي ان انت تعملي شنطه وتجيبي جلد ومش عارفه تختاري الالوان، ده برضو شغل، لكنك انت تضيفي رسمه دي حاجه ثانيه بقى. الهاند ميد ده جالك من امتى؟ الفكره جات لك من الفكره جات لي من 2018. انا اصلا بحب الهاند ميد من زمان، اكسسوارات لبس، انما ان انا ابدا في الجلود من 2018. قررت ان انا اخد كورس، وبعدين بعد ما اخدت الكورس انا ما كانش عندي نيه ان انا اعمل مشروع وتسويق وكلام من ده. لا، حابه ان انا اعمل لنفسي، لاصحابي، لاخواتي بس، لا اكتر. بس بدات ان انا بقى يعني لا، ده انا لازم اعمل. فكري ان هو جت فكره حتى ان انا اعمل شنطه غريبه اللي هي الجيتار، من جيتار بنتي الصغيره، كانت اياميها لسه صغيره، اخدته وعملته، نال اعجاب العملاء كتير. بتحب الموسيقى عشان تفكري في شكل الجيتار؟ لا، دايما الاطفال بيحبوا الموسيقى. دايما الاطفال بيحبوا الموسيقى. فبس جات لي الفكره كانت لسه جديده في مصر، فطبعا اخذت لايك كتير جدا واعجبوا بيها جدا، والحمد لله اتباعت. فبدات افكر ان انا ايه ده، دي النقطه، دي بدايه النقطه، ان انا اعمل سيرش على الالات الموسيقيه، يا ترى شكلها ايه، يا ترى انا لو عملتها شنطه هتحوز الاعجاب وكده. لا بالعكس، الحمد لله الحمد لله. يعني انا شاركت كذا مره في معرض تراثنا، العملاء الحمد لله الحمد لله، غير ان انا برضو في اجانب اخذوا مني، فالحمد لله شغلي لقى اعجاب كتير. يعني طب هبه بدي اسالك سؤال، هل انت بتشتغلي وان مان شو زي ما بيقولوا لحالك، بتمسكي مثلا قطعه قطعه بتشتغلي فيها لحالك من الالف للياء؟ لوحدي. وقد ايه بتاخد معاكي تقريبا القطعه وقت؟ يعني ممكن لو قعدت عليها بقى كده يعني في الشغل ولا كده، يعني 3 ايام بالظبط كده. 3 ايام بتجيبي الجلد انت، وبتبخبخي مي عليه، وبتحفري كل حاجه، وطبعا بتكوني اكيد منقيه الديزاين من قبل. يعني اي شغلانات يعني حاجات فعلا متميزه جدا. اي شغلانه في الدنيا واي حاجه انت فيها رسمه او كده بيبقى فيها ريسك كبير جدا، فيها الصعب وفيها طبعا ايه السهل. في ايه الصعوبات اللي قابلتك وانت بتشتغلي؟ واحيانا لما بتيجي مثلا ترسمي اكيد اكيد في حاجه باظت منك، عدلتي فيها ولا رميتيها، ولا فكرتي ان انت تقولي لا انا هستبعد مثلا اي حاجه غلط ارسم بره؟ الصعوبات دي بقى احكيها لنا. هو لو انا هبدا من الصعوبات في الاول، ان انا في اقليم زي المنصوره بعيد عن المنبع نفسه اللي هو القاهره، اللي هو منبع التجاره، تجاره الجلود والادوات وكده، فبضطر ان هي تتشحن ليا. ممكن اكسل ان انا اروح فاشحنها، الشحن غير ان احنا نشوفها بعيننا طبعا، لا ان انا اروح واختار دي احسن طبعا بكتير. فدي اول صعوبه. انما بالنسبه ان انا في صعوبات اثناء التصميمات والحاجات دي، لا الحمد لله. الرسم وانت بترسمي كده اكيد ساعات ممكن حاجه تبوظ منك يعني، بس احنا لما بنيجي نرسم بنرسم على ورقه في الاول، لكن ترسمي على شنطه ده صعب قوي. لا في الاول، في الاول كان ممكن يبوظ، دلوقتي لا الحمد لله. وان لقيت حاجه باظت مني خلاص ما بتطلعش، لان العميل عايز منتج شكله حلو. يعني ما بتستفيدي، خلينا نحكي من القطع اللي غلطتي فيها، زي مثلا الشناتي هدول حاطه شرايط منها، بتستفيدي من هدول يعني بتدوريهم بتعيدي تدويرهم، خلينا نحكي على شنط ثانيه؟ ازاي يعني؟ يعني اذا لما تغلطي بجلد معين بتكبيها، ولا ممكن تقصقصيها وتعملي لها ديزاين؟ لا بستفاد منها طبعا، ممكن لو مره ثانيه في حاجه ممكن اعملها بورتوفيه، ممكن لو مثلا لو ظهر شنطه او وش شنطه ممكن اعمله حاجه ثانيه، ده اكيد طبعا. وما فكرتي تعملي او ميداليات؟ طب ما فكرتي تعملي شيء ثاني غير الشنط ولا تصير ميداليات مثلا؟ ممكن جاكيت؟ عملت جاكيت وجيليهات كوت، عملت. وفي محل بتبيعي فيهم هدول الاشياء؟ لا أونلاين. ولا اونلاين؟ اونلاين مع وجود الورشه بتاعتي في المنصوره بس. طب وايش صفحتك؟ لا موجوده الحمد لله. ايش اسمها؟ هبه شاهين. هبه شاهين باسمك. هبه شاهين. طيب شغل الاونلاين بيبقى شغل صعب جدا، لانه غير الصناعه اللي انت بتصنعيها وغير الابداع اللي انت بتبدعيه في الشنط دي كلها، بيبقى عايز يعني تسويق بشكل دقيق جدا، وان انت توصلي للناس كلها. كلميني بقى عن شغل الاونلاين جه ازاي معاكي؟ هو شغل الاونلاين في البدايه فيه صعوبه، صعب. ده اكيد. انا مش هقول ان انا شاطره في التسويق الاونلاين، لا مش شاطره، انا شاطره في المعارض. ان انا بقابل العميل وجها لوجه، اقدر ان انا اشرح له القطعه بتاعتي فيها ايه، وبالتالي بيلف ويرجع وياخدها تاني. وبعدين القطعه قدام عينيه بيشوفها ويفتحها، واقول له افتحها وهي بتتكلم عن كذا، لان كل شنطه لها قصه. حتى التراث الاسلامي برضو، انا مش بقف على الالات الموسيقيه، لا انا مش هحط نفسي في بوتقه الالات الموسيقيه، لا
في التراث الإسلامي، التراث النوبي، وعملت التراث الفرعوني، بس برجع برضو يبقى 3-4 قطع من هم الآلات الموسيقية الزمان التراثية القديمة اللي من أيام القرون. ما دي أنا اللي وصفتها لسيادة الرئيس، أن أنا بعمل الآلات بتاعتي من العصور الوسطى في اليونان مثلا، العصر اللي هو القرن 18 في فرنسا. يعني برجع للأصول بتاعت الآلة شكلها إيه. حلو صراحة، بترجع الواحد للتاريخ وبتخليه يحب هذا التاريخ. لا بتبقى جميلة. طبعا بالنسبة للقصص اللي حكيتيها، أن كل شنطة وراها قصة، هاي الشنطة الإسلامي هاي العريضة اللي هي جنب الجيتار، الجنب الجيتار اللي بالنص الإسلامي ولا الإسلامي، ما هي دي نقوش الإسلامية اللي موجودة على المساجد. أوكي. جبت الجلد وطبعت، يعني اترسم عليه النقوش، بدأت أنا اللي ملونها كلها من أولها لآخرها. طب وما بتلحقي الموضة، خلينا نحكي معينة اللي بتشوفي مثلا هلأ منزلين مثلا شناتي موضة اللي هي زي قماش أو مثلا زي الفرو هيك أبصركي، ما عمرك فكرتي تدمجي فرو قماش بالجلد ولا؟ بس مش ما لقيتش يعني ايه، ما لقيتيش نفسك في الشغل ده؟ لا ما حسيتوش، بحس ان الجلد هو جلد بس، انما ندمج معاه نحاس، ندمج معاه اكليريك. الجوانب تكون الشنطه اكليريك خشب. ممكن بقى في ناس اعلى شويه بقى لو طلبت نحاس مطلي ذهب كده يعني. حلو. افتح مدينه جميل بدول. لا كملي كلامك وبعد كده اسالك سؤال. انما قماش انا لا ما حاولتش. مش مرائك زي ما احنا. لا ما حاولتش. افتتاح مدينه المنصوره الجديده من طبعا الاحداث اللي حصلت اللي عملت ضجه كبيره جدا، وطبعا هي تراث تاريخي، يعني حاجه هتبقى موجوده والرئيس جالك وشفتيه والكلام ده كله، عشان كده اخترتي الرسومات اللي هي كلها مثلا قصر البارون، حاجات اسلاميه، حاجات على المساجد. شغلك بقى انت ممكن ان انت تغيري في ده وترسمي حاجات ثانيه وتعملي حاجات ثانيه، ولا انت الفتره دي بتشتغلي كده عشان المعرض اللي انت كنتي موجوده فيه؟ لا هو ده شغلي الاساسي. انا الأساسي لما يعني مش مرتبط بافتتاح المدينه، هشارك في الافتتاح طبعا، يعني اخترت احسن منتجات اللي هي اللي تتشاف نفسه بالظبط، لا وتتشاف تلفت النظر حاجه تاريخيه. حلو عشان الواحد كمان يقدر يشرح عن جد. حلو لما يكون في شيء بنعمل بحب وبشغف زي ما هبه عم تعمل، وبنفس الوقت له معنى وعن جد، يعني حتى بتخيل ممكن تعملي شناتي للاطفال يعني، وهذا الشيء كمان ممكن يرجعهم، تشرحي لهم هذا مثلا نقوشات اسلاميه، هذا قصر البارون، هذا النوبي. بالعكس يعني حلو كمان نرجع ونعلم اولادنا شويه من حضاراتنا التاريخي. بالضبط بالضبط 100%. كل ما بتعملي حاجه الحاجه بتزيد اكتر في النجاح. قولي لي طموحاتك اللي جايه ايه؟ انا طموحاتي اولا بلدي، ان انا اتعرف في بلدي. يعني ايه اتعرف في بلدي؟ ان انا ممكن لو عميله اخذت مني وجات سافرت بره، اللي بره هيتميز في اللاين في بلدي الاول. اول حاجه انا مش هقول لحضرتك العالميه والحوارات دي. لا انا الاول حاجه بلدي، لو تعرفت فيها ده يبقى كده خطوه، بدايه خطوه ونهايه خطوه كمان. يعني اكيد اتعرفتي وتعرفتي كتير كمان، وكنتي محظوظه بلقاء الرئيس يعني. طبعا اكيد. يعني بدنا نتمنى لك كل التوفيق بحياتك هبه عن جد. شكرا. سعدنا كثير بوجودك، كثير فخورين فيكي، وفخورين هيك بوجود امراه مصريه هالقد بتحب بلدها وبتشتغل بحب وشغف. عن جد نورتينا في هو. حبيبي شكرا. نورتينا، بنشكرك جدا على لقاء النهارده. مشاهدينا احنا كده خلصنا فقرتنا، لسه مكملين معاكم في هو هنا. نروح لفاصل صغير ونرجع تاني، تابعونا. ستات كتير بتصرف فلوسها على الفيلر وعلى البوتوكس وعيادات التجميل عشان بس تحتفظ بشباب بشرتها، وما يكونش بقى عندهم تجاعيد ولا خطوط في وشهم. طب انا بقى شعاري النهارده فهو وهن ليه نصرف فلوس كتير انما ممكن ما نصرفش ولا مليم؟ ده النهارده شعارنا فهو وهن. النهارده في حاجه اسمها يعني يوجا للوش. يعني ايه يوجا للوش؟ يعني تمارين للوش بيسموها يوجا. اليوجا دي بتعمل ايه بقى في الوش؟ ممكن نعملها تحافظ على شبابنا وشباب بشرتنا ويخلينا ان احنا من اي تجاعيد. ضيفتنا النهارده اللي هتكلمنا بقى في كل التفاصيل دي خبيره التجميل اسماء سليمان. ازيك يا اسماء؟ ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. احنا دايما بنسمع عن اليوجا. اليوجا دي لما بسمع يوجا اقول ايه ده، وانا اتجننت. بس قصه ان انا يوجا للوش وان احنا نعمل تمارين للوش دي كانت قصه ثانيه. دي كلمة فكرتك يوجا للوش وان احنا نحافظ على بشرتنا والعضلات نفسها ان انت تشتغلي عليها عشان تخلي البشره دايما مشدوده، احكي لنا بقى القصه دي ايه. هي اليوجا يعتبر يعني تكنيكال مختلف
خالص في عالم التجميل. مدرسة الطبيعة زي ما بيقولوا. بتغنينا عن الفيلر زي ما حضرتك قلتي، بتغنينا كتير جدا عن الفيلر وعن البوتوكس، وان احنا في ناس كتير اولا ما عندهاش الامكانيات المادية، في ناس بتخاف انها تقرب كبير من وشها، تقرب من وشها. فاليوجا عبارة عن اكسرسايزز بنعملها للماسلز اللي في وشنا، العضلات. انا عندي في وشي هنا كم عضلة؟ عندي 47 عضلة، مع كل اكسبريشن انا بعمله، مع كل تعبير، ده العضلات دي مع الوقت ومع تقدم العمر بتضعف، شيء طبيعي زي عضلات جسمنا بالظبط، زي اليوجا اللي بنعملها لجسمنا بالظبط. اليوجا دي بقى انا لما بشوف حد بيعمل يقول انا اتجنن لو انا قعدت القعده دي كده فتره اللي هي اليوجا دي. لكن انت يعني نظرتك يوجا تانية من اليوجا اللي احنا المعتاد عليها. الوجه مختلفه تماما. هي عباره عن تمارين. ايوه احنا زي ما احنا شايفينها مع بعض عشان كل الناس تعمل زيها بالظبط. بالظبط، دي بتشتغل على منطقة نحت الفك، ودي منطقة العين علشان علامات تقدم السن، لأن أنا معروف عندي العين من أرق المناطق في الجلد، هي اسمها الخلايا المرنة، ودي أكتر منطقة بيبان عليها علامات تقدم السن والخطوط التعبيرية. فدي كده شغالة على منطقة العين. طبعا ده الخطوط، انت كده مقسمه بقى العضلات اللي هي في الوش. بالظبط، دي عضلات الوش. خطوط الابتسامه هنا برضو، دي برضو من الخلايا المرنه، طبعا من اول حاجه بتبان عليها الخط ده اللي عليها جدا. هي دي بقى التمرين اللي نعمله عند الخط اللي هو حوالينا بين الانف وبين الفم كده. من هنا دي خطوط الابتسامه، بنعمل ايدينا كده ونبتدي نطلع لفوق. كل تمرين، طب معلش اعمليها بقى تاني لان احنا كنا معانا فيديو. ايوه كده، من هنا ونطلع لفوق ومن تحت نطلع لفوق هنا عند الأنف. الاكسرسايزز كلها بتاعت الوش المفروض ان هي لازم نبقى عارفين من نقطة البداية وفين نقطة النهاية. نقطة البداية بتبتدي مثلا لو انا هبدأ عند منطقة الخدود، كله بيلجأ للفيلر علشان نحقن الخدود علشان تدي فوليوم اكتر وتبين سن اصغر. منطقة الخدود انا ببدأ من هنا كده وبنتهي دايما عند الاذن. اي حتى احنا لما بنيجي في كل العمليات، احنا بنعمل عمليه شد مثلا، بنشد دايما من هنا. ايوه، من جنب الودن على طول. بالظبط، من جنب الودن. فالخدود علشان يبقى عندي خدود فيها فوليوم كده اهو، ايدي كده وابتدي اسحب. طيب عشان برضو نوضح لكل الناس اللي بتشوفنا، قولي لي التمرين ده ممكن نعمله يعني في اليوم كم مره؟ في اليوم كم مرة؟ دي بتختلف من اولا العمر، وتاني حاجة حالة البشرة. يعني مثلا الاكسرسايز اللي انا هعملها لحد عنده 20 سنة غير 30 غير 40 غير 50. بس خليني اقول لك ان دلوقتي انا بشوف بنات في سن صغير مثلا في العشرينات عندهم في الخطوط التعبيرية بيبان عندهم تجاعيد كتيرة جدا وكبيرة وفي اماكن مختلفة رغم صغر سنهم. بالظبط، يعني ممكن احنا نبدا من بدري عشان خاطر ما يحصلناش مثلا تجاعيد بعد كده. بالظبط، من سن قد ايه؟ من اول 25 سنة نبتدي نعمل ازاي؟ ورينا عشان نشوف مع بعض. اوكي يلا بينا. اولا انا بصوا في دي حاجه، يعني انا هسهل لكم يا جماعه كل حاجه. لا هقول جايب ادواتك معاك النهارده. لا هقول انا عايزه بس اللي هم ستات البيوت اللي قاعدين في البيت اللي مش هيقدروا يشتروا رولر ولا هيقدروا يشتروا مثلا حجر جواشا، اللي هي التولز، الادوات اللي احنا بنستخدمها. التولز انت استبدلتي بمعلقه الشاي العاديه يا جماعه، معلقه الشاي اللي موجوده في كل بيت. بالزبط. يلا بينا، بنبدا من هنا اهو كده. ايوه، وابتدي انزل، يعني انا هبدا اهو وبرفع لفوق. بس انت زي ما بتطبطبي كده ولا بيبقى يعني انا جامد. بسحب، انا عارفه بقى ان الناس ايه الستات المصريه شد اكتر تشد. لا لا. بالراحه علشان ما ناذيش بشرتنا. وقبل ما ابتدي اعمل اي تمرين يوجا انا لازم يكون في اويل على بشرتي. اوكي، اي سيرم، حتى اي حاجه اويل كده عشان تاخد مش سيرم ولا كريم ترطيب، اويل زي زيت الزيتون، زيت الجوجوبا، زيت الكوكونات، جوز الهند، اي زيت من الزيوت المغذيه للبشره. بالزبط. بستخدمها قبل استخدام المعلقه. لو بشرتي جافه جميع الزيوت تنفع، لو بشرتي دهنيه زيت جميل. اللوز وزيت الجوجوبا حلو قوي. طب يلا بينا بقى ابتدي. طبعا البشره لازم تبقى نظيفه تماما، الميك اب ده عشان التصوير مش اكتر. فهبتدي اعمل كده واسحب لفوق وانزل على تحت. من الاخر من تحت الودن. انا كده شغاله على ايه؟ شغاله على البلات سيستم والليمفاتيك سيستم. جميل. اللي هو النظام الدوره الدمويه، وهنا ده كده النظام الليمفاوي اللي هو مسؤول عن
جزء من جهاز المناعة، فأنا كده بنشط الدورة الدموية وبعمل فيس ليفتنج، برفع الخد لفوق هنا، وفي نفس الوقت أنا بنشط النظام الليمفاوي اللي هو بيعزز المناعة. جميل. دي كده الخد، تمام؟ آه، بنرفع الخد كده مع بعض ويدي فوليوم للخدود. نبتدي للناس اللي هي عايزة تعمل الخد بتاعنا كده. بصي أنا ماشي على وشي كله فوق إزاي؟ منطقة تحديد الفك. التمرين ده بقى مفيد لايه؟ بيعمل ايه؟ هنا انا شغاله هنا على الخدود، رفع الخدود. ايوه ده انا عرفته. اللي تحت بقى كده انا كده بنشط الدوره الدمويه. هنا عند عظمه الفك، تحديد عظمه الفك، الجو لاين اللي الناس بيحبوا يعملوه، اللي بيحبوا يعملوه التكساس والحاجات دي. انا مش بحب التكساس خالص. اوكي كده. هنا اجي عند خط الابتسامه، ببدا من تحت. ركزوا بقى يا جماعه في التمرين ده، لان الخط ده بيبقى منتشر جدا عند الناس كمان في السن الصغير، اللي هو هنا بيبقى فيه خطين كده بارزين، ده بيبينوا العمر اكبر. بالظبط. دي نعمله من تحت، من تحت لفوق لحد ما نوصل للانف. بالظبط كده، تمام. دي كده انا اشتغلت على منطقه الخد، واشتغلت على الفيس ليفتنج هنا للجو لاين، واللي في النص اللي هو بيعمل نشاط او مثلا تنشيط للدوره الدمويه، تنشيط لكل عضلات الوش. عندي من المشاكل الكتير جدا برضو، طبعا هو كل حاجه هتبوظ يا جماعه. اوكي لا عادي براحتك. يعني احنا جايين مفيش حاجه هتبوظ، انت زي القمر. ربنا يخليك. من الحاجات كمان اللي بتسبب مشاكل كتير جدا الخطوط التعبيريه اللي في الاورا، اللي هي بيستخدموا لها بوتوكس على طول. بالظبط، دي على طول بوتوكس. فاحنا هنتعامل معاها ازاي؟ انا هكشر كده، هيبان عندي خطين هنا. هبتدي اضغط بظهر المعلقه، هبتدي اول حاجه هنا زجزاج كده. طب قولي لي انت كده عملتي ايه في الجلد؟ ان احنا مسكنا ظهر المعلقه وبقينا نعمل زي خطوط كده، اكننا بنشخبط بقلم. بالظبط، اكننا بنشخبط بقلم. دي هنا عضله اللي انا شغال عليها، دي عضله. انا كل عضله انا بحفز فيها المادتين مهمين جدا، الكولاجين والالاستين، دول اكتر مادتين مسؤولين عن نضاره البشره. نفس الموضوع برضو هنا، عكس البوتوكس اللي هو بيموت العضله اللي موجوده، عشان كده ما يعملكيش ولا 111 ولا الخطوط التعبيريه اللي في القوره. بالظبط. ومن النص هنا وابتدي اعمل كده. اوكي، ممكن بقى نعدل كده، نعمل كده. مبيعات المعلقه للشاي هتبقى ضرب نار بقى الفتره اللي جايه، هتغلى. كل الستات هتلاقيهم ماشيين بمعلقه شاي جدا. اهو هنا في عندي، بيبقى عندي ثلاثه، فانا هعمل كده وابتدي اطلع كده اهو، تمام، ثلاث مرات لحد فوق الحاجب. ممكن نعملها بطريقه تانية خالص بايدينا. اوكي، هنا كده وابتدي اعمل كده اهو، تمام، وكده. جميل جدا. واثبت هنا واسحب كده، والعكس صحيح، والعكس، واثبت من النص وابتدي اشد كده اهو، تمام. انت كده بتشغلي العضله اللي موجوده تحت وما بتخليهاش انها تضعف، تكون ضعيفه. بالظبط، ده بتقلل كمان الخطوط التعبيريه. ممكن اعمل ده 20 مره في اليوم، مفيش اي مشكله خالص. طيب انت قلتي كلام جميل، ان احنا نرفع الخدود بتاعتنا ببعض التمارين ونعمل الجو لاين ونقعد من تحت لفوق عشان المنطقتين اللي هم الخطين. مهم قوي بقى اللغد، زي ما بيقولوا في ناس كتير بتبقى حتى صغيره في السن وبتعاني من اللغد ده، وللاسف مش كل عمليات بتنجح. دي حقيقه. طب قولي لي نعمل ايه عشان نرفع المنطقه دي؟ اهو ايدينا كده ونبتدي نضغط هنا 10 مرات، نسحب كده. التمرين ده ممكن نعمله 3 مرات في اليوم او مرتين في اليوم، بس ايدي شغاله على طول. بالزبط. في وشي عشان العضلات تتشد. هنا بصي بضغط فين وابتدي اسحب كده وانزل كده كده وانزل. كل دي تمارين، اصل هنا اللغط عباره عن ايه؟ هو عباره عن دهون. هي يا جماعه نفس فكره الجيم، لما بنروح الجيم عشان ننشط عضلات جسمنا كلها، احنا برضو بنشتغل على عضلات الوش وبنشد بعض العضلات اللي موجوده عشان ما يسببش تجاعيد. طيب خليني اسالك بقى سؤال تاني مهم جدا، ان في ستات ولا بيعانوا من تجاعيد ولا بيعانوا من حاجه، بس بشرتهم نفسها تحس انه لك ايه، انت الدوره الدمويه في وشك مش شغاله، تحس ان وشهم عيان بالبلدي كده. ما هي نعمل ايه بقى عشان خاطر الدوره الدمويه تبقى نشطه في وشنا؟ عايزه اقول لك ان اليوجا انا اصلا وشي بمجرد ما اشتغلت عليه سخن، لان هي فايدتها ايه؟ هي بتنشط الدوره الدمويه. يعني ده كمان بيفيدني ان انا يبقى وشي مش دبلان على ولا باهت ولا الكلام ده. تماما تماما. وبعدين في برضو من المناطق المهمه جدا منطقه العين، منطقه العين والعلامات التعبيريه، ببدا من هنا من تحت من بره لجوه.
من برا. اه من عند خط الايلاينر من برا كده لجوه نقعد نعمل حركات كده بيها. اصل الماسلز بتاعه العين دائريه اوكي. من فوق من جوه لبرا ومن برا لجوه العين تاني. لو عايزه ارفع الحاجب في تمرينات لرفع الحاجب اللي هي المنطقه دي برضو دي بتتحقن فبرفع كده. كل الستات يقول لك انا عايزه ارفع حاجب لحد فوق. برفع كده وابتدي اشد لبرا اشد لبرا كل ده اشد لبرا تمام. جميل. وبرضو منطقه اللي هي الابتسامه اعمل كده 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 كل دي تخفي تماما العلامات اللي حوالين العين. في بقى تمارين للشفايف. في بنات دلوقتي تقول لك انا عايزه انفخ شفايفي. عارفه بقى اللي يقول لك انا عايزه اعمل الشفايف الجامده دي. الحركه دي بتضحكني جدا. طب قولي لي بقى يعملوا ايه من غير ما يلجأوا البوتوكس الفيلر؟ لان في بنات بينفخوا شفايفهم بشكل يبقى ملفت جدا وفعلا مبالغ فيه ما بيبقاش شكله حلو في الاخر. بحبها خالص. في بقى بعض التمارين كده ممكن تخليني فوليوم كده طبيعي تدي. اديني قولي لي بقى اي تمارين. اولا طبعا احنا هنعمل كهو اوكي من هنا تمام. علميا الحركه دي بتعمل ايه؟ دي بتنشط ما هو هنا كل ده فيه اورده وفيها شرايين وفي دم بيمشي في الوش. فدي بتدي بصي تلاقي تحسي شفايف سخنت. انا في هنا يعني بصي كده اهو عارفين زي القطايف كده من ايوه بتقعدي دي بتطلع معاكي الشفايف بتحفز الكولاجين في منطقه الشفايف وبتمرن العضلات بتاعه الفم وبتدي فوليوم مع الوقت بتضخ دم اكتر. طيب اسمع انا هروح يعني منطقه ثانيه في ستات كتير وبنات للاسف بيعانوا منها. الستات المحجبات بيكونوا لابسين اشارب فمغطين منطقه رقبتهم فدول ما بيعانوش من حاجه. في ستات ثانيه للاسف ممكن يلبسوا حجاب بسبب ان هم يغطوا رقبتهم لانها بيظهر فيها تجاعيد بشكل كبير جدا فدي بتديهم عمر اكبر. طبعا قولي لي ايه التمارين اللي ممكن اعملها دايما في الرقبه لان احنا ممكن نستبدل زي ما انت قلتي بوتوكس وفيلر في الوش بس ما بنقدرش نيجي جنب رقبتنا. قولي لي نعمل ايه للرقبه عشان دايما تفضل مشدوده وما فيهاش اي تجاعيد. اول حاجه نبدا كده نسحب لورا كده واسحب لورا من فوق واسحب لتحت هنا واسحب كل دي تمارين كويسه جدا لمنطقه الرقبه والفقرات كمان. في حاجة مهمة جدا من ضمن الاكسرسايزز دي تعتبر عملية شد للوش وهي تمارين الأذن. دي روعة بجد لو استمريتوا عليها. طب هتقولي عليها بقى لو هي روعة يلا مش بحبه تاني. أنا مش بحبه تاني خالص. هو المفروض إن أنت بتحركي ودانك لوحدها بس مش كل الناس عندها القدرة إنها تعرف تحرك ودانها بتعمل لوحدها. إيه؟ دي هقول لك بتعمل إيه. المفروض ان الود لما بتتحرك لوحدها بتتحرك لورا ولفوق ولتحت. فانا طبعا انا مش بعرف احركها طبعا لوحدي. احنا هنقول حتى على طول كده عشان وقت الفقره معانا وبرده كل الناس تستفاد بالتمارين دي. يعني كده انا بشد. بصي انا بشد كده الوش اتشد معاكي شايفه زي ما بيعملوا عمليه الشد بالظبط كده. انا شغاله هنا اوعي يا اسماء بعد كده وداننا تكبر تبقى مشكله. معالجنا حاجه وداننا تكبر بعد كده. انا عايزه اقول لك انا وداني كبيره فانا مش بعرف. ما بتلا خلاص احنا بنتكلم ان احنا نشد كده عشان نشد الوش لفوق او البشره. ده بيشتغل على الفيس ليفتنج وبيشتغل على منطقه الخدود. اسماء بجد انت نورتيني وكانت فعلا فقره مختلفه ومميزه جدا. ان شاء الله تنورينا في فقرات ثانيه. بنشكرك جدا على وجودك معانا. مشاهدينا احنا كده فقرتنا انتهت ولكن لسه مكملين معاكم. هنروح لفاصل صغير ونرجع ثاني. استنونا. ورجعنا لكم تاني. احلى ناس في العالم في احلى فقره في العالم اللي بنقعد فيها ندردش ونفرفش. بس النهارده معانا الممثله الشابه الجميله جدا مارتينا عادل. ازيك يا مارتينا؟ الحمد لله. ازيك يا رند؟ انا منيحه. ازيك انت؟ ازيك يا مارتينا؟ الحمد لله. يعني كوكتيل مواهب قاعد قدامنا. يعني فعليا انت حبيتي التمثيل وانت صغيره لحديت ما صرتي ممثله مسرح ودراما وكمان يعني عملتي كثير شغلات. اخرجتي مسرحيتين مظبوط. يعني مواهب مدفونه وعندنا اليوم كمان بقيتش بقى مدفونة.
مدفونه خالص لا من هي صغيره انا مواهب مدفونه وصارت عن جد ما شاء الله وتصورت ودخلتي قلوبنا كنا بكذا عمل كبير ومع فنانين كبار كمان فاحنا كثير مبسوطين لوجودك معنا نورتينا يا مارتينا عن جد انا اللي مبسوطه جدا وشرف ليا حبيبتي وفي عن هون كمان مش مواهب طبعا يعني عندنا شيف توب نمبر 1 شيف انا هعمل شوربه عدس فما تفخميش قوي النهارده بس شربتك دائما في تاتشات لعمر فاليوم هيك بدنا ندوق اكلاته وبدنا نبرم مع بعض ونعرف مارتينا من جوا وورا الشاشه لا 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 انا فاهمه انا مستنيه بس عندي حب استطلاع العدس ده يطلع ازاي عاملين حاجه كده يعني على قد ما اقسم بس مش على قد ما اقسم قوي مش هعملها خلاص اجي يوم تاني بقى لا لا ما انا مش هعملها قرديحي يعني عامل شوربه عدس مصريه بس وذ تويست زي ما رندا قالت كده زودت عليها حته تاتش بتاعي وحطيت عليها خضار كتير مشوي منهم قرع وجزر وتوم وبصل وحاجات كتير لذيذه هتشوفوها في شوربه العدس وكمان عملت معاها طشه لحمه مفرومه يعني ايه الكلام ده فدلوقتي بنحاول نقتصد وبنحاول نعمل وجبه كامله باقل الاسعار فانا قررت احط على وش شوربه العدس يشيكها شويه لحمه مفرومه مش غاليه وكميه قليله في نفس الوقت نبقى اكلنا بروتين تيجي اقول لكم المكونات بتاعت الوصفه عشان نبدا اسئله لمارتينا يلا 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 هقول لكم مكونات شوربه العدس بالخضار المشوي وطشه اللحمه المفرومه هي بصل ابيض فصوص ثوم قرع بطاطا جزر كرفس عدس اصفر مغسول عيش لبناني متحمص لحمه مفرومه كزبره خضراء ليمون اداليا لتر مرق الدجاج او مرق الدجاج مدوى في ميه كمون ملح وفلفل ثوم مفروم زيت زيتون وكركم بس كده الله عليك يا عمر سهله بسيطه يعني دائما عمر معروف عنه عمر زيت زيتون مارتينا مش قليك بس عشان صحي زيت زيتون صحي وعن جد حتنبسط اليوم باكلتنا انا بصراحه مستغربه مش عارفه الحاجات دي على بعض هتطلع ايه طعمها حلو قوي قمر على قولتهم زيك قمر كمان قمر يلا انتوا ممكن انا اسخن الحلة دي كويس جدا وبعد كده هنعمل اول حاجة ايه هنشوح اللحمة مع الصلصة والثوم وزيت الزيتون بيرفكت انا صراحة عندي سؤال كتير قوي طبعا لمارتينا مارتينا يعني من احنا وصغار كل واحدة فينا عم بحكي عن حالي بتكون نفسها تصير شغلة بس تكبر انت اكيد كنت توقفي قدام المراية وتحكي انا بدي اصير ممثلة صح؟ مين الشخص او الفنان اللي حببك بالتمثيل اللي صرتي فعليا حابه تصيري ممثله من وراء هذا الممثل موسي انا هرد رد شويه غريب يلا انا ما كنتش عارفه عايزه ابقى ايه لما اكبر بس ليه غريب عادي انت يعني انت المفروض تبقى عارفه كل حاجه لا انا قصدي ان انا كنت حاسه ان انا عايزه ابقى حاجات كتير اوكي فيمكن ده اللي بعد شويه انا فهمت ان انا يمكن اكون عايزه ممثله لان هو الممثل ناس كتير صح انا بالممثل هقدر اكون دكتوره ومغنيه وعالمه يعني او مدرسه كل شيء صح فبتقدري تلعبي كل الادوار بالظبط فانا فعلا ما كنتش عارفه بس كان عندي شويه ايه يعني مثلا كنت بحب الرسم فبابا دايما كان نفسه ان انا ادخل فنون جميله واتخصص يعني بس هي الحياه في الاخر يعني خلتني بقيت الحاجه اللي انا كنت حاسه ان انا عايزاها وانا مش عارفه طبعا في ممثلات كبار كتير جدا يعني سناء جميل عبلة كامل دول كانوا القدوه بتاعتك طبعا لان هم بساط جدا جدا وبيعملوا الحاجات اللي هي شبهنا ما تحسيش ان هم بيمثلوا مش بيمثلوا حقيقي. ويقدروا يعملوا كل الحاجات الغير بعض لان في ناس بتبقى فاكره ايه ان انا عشان اكون ممثل طبيعي والناس تحبني فلازم اكون انا اللي قاعده بتكلم معاكي دلوقتي انا اللي لا هما بيعملوا معادلة هما وفي طبعا كتير تانيين بس أنا قصدي دول الناس اللي أنا أول ما كبرت كده لا هما يقدروا يكونوا الـ 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 بنت البلد ويقدروا يكونوا الهاي كلاس والقوية والضعيفة والغلبانة فهما كانوا من أهم الناس يعني بصراحة طبعا في الستات يعني في الرجال نجي للرجال عشان هو وهن بالضبط احنا بقى كفاية هو الواحد ويقول احنا نقول هن
طب عامر انت يعني مين بتحب جد من الممثلين؟ يعني عامر ان شاء الله عم بياخذ كمان اكيد كورسات تمثيل وكذا، ان شاء الله رح يصير ممثل يكسر الدنيا، تعملوا انتوا شيء وتجيبوني كومبارس معكم. لا هنستضيفك. اوكي انت تستضيفينا. اوكي موافقه، بس بتشوف حالك علي عامر؟ لا بس هرسم دور الممثل شويه يعني. اوكي ازاي بتعمل ازاي ده اللي هو الدور ان انا مهم كده يعني يقعد يعمل. لا والله يعني مهم، وهفتح سيجاره كده زي يوسف شاهين كان مره في لقاء، انا مش بشرب سجاير بس عايز ابقى مهم. اوكي ضروري بالسيجاره، انت مهم انت مهم. طب لا عن جد مين الممثلين انت برايك اللي هيك بتحب تصير زي قدوه لك؟ طبيعيين، انا مش عايز ابقى زي حد طبعا، ده مش غرور، بس مش بحب ابقى شبه حد. انا عمرو. بس في ممثلين اللي بحبهم بحسهم طبيعيين، في الرجاله ولا في الستات؟ يعني الرجاله، ما هي جاوبت يعني. هي عبله كامل صراحه هي فعلا المثال يعني الاعظم في الموضوع الطبيعيه ده، وكمان على فكره زوجها الثابت كمان الاستاذ احمد كمال برضو من الناس اللي طبيعيه جدا اللي متصدقين جدا، وهو كان استاذي، انا خدت معاه ورشه من 11 سنه او 10 سنين يعني. عظيم، ده شخص عظيم جدا. فطبعا استاذ احمد كمال واستاذ عبله كامل طبعا. فانا كنت عايز اسالك سؤال تاني ريليتد للي راند كاب بتقوله، انت اشتغلتي مع الممثلات اللي ذكرتيهم زي مثلا الاستاذه ماجده زكي، اشتغلتي مع الاستاذه ميرفت امين، احكي لنا عن التجربه دي، كان حاسه ايه وانت بتشتغلي معاهم؟ طبعا كنت مبسوطه جدا لان انا لسه السي في بتاعي كان مفروض حاجات، ودول اساتذه احنا فعلا اتفرجنا يعني، احنا طلعنا على اعمالهم يعني. فان انت تقف معاهم وتكون زميل وتشوف بقى اخلاق الناس اللي هي كلاسيك كبيره بقى الفاهمين، يعني طبعا كبار مقاما، مش مقصود حاجه تانية، بس اللي هم فعلا اشتغلوا لما كانت الشغلانه اصعب وكانت الامكانيات اقل ومفيش سوشيال ميديا ومفيش، لا في اخلاق، في انضباط، في ترفع كده عارف يعني. مفيش الحاجات اللي بنشوف ناس لسه ما عملتش اي حاجه في حياتها بتعملها بتشوف الحال. لا الموضوع غير خالص. وطبعا لان في قوت القلوب مع استاذه ماجده زكي كانت هي امنا بقى بجد يعني، اللي هو اذا انت مالك، انت شكلك، انت وشك، انت مش عارفه ايه، لا ركزي، لا كذا. انا متخيل ان هي كده على الحقيقه. هي فعلا كده جدا في الحقيقه. احنا طبعا ميرفت امين يلا الليدي دي القمر بتاعتنا، حلوه على الحقيقه زي احلى. ميرفت امين بجد حاجه كده ومنتهى البساطه، انت مش هتتخيلي ان دي الشخص اللي كانت بتعمل يعني من اهم افلام السينما العربيه والمصريه من كتر بساطتها ورقتها فلا كانت من اهم التجربتين يعني بصراحه. وزي الخطوه المهمه رح يعملها عمر هلا. ايوه انا ابتديت اسمع حاجات بتوترني. أيوة. وشم يعني حاجات. هو اشم واتفرج ولا اتكلم؟ بصي بقى احنا بنعمل ايه، انا اهو في الحله دي انا بشوح اللحمه المفرومه ومعاها توم وشويه صلصه وطبعا زيت زيتون، هنقلبهم مع بعض. بعد ما اللحمه تستوي هعمل ايه، هشيلها في طبق اللي هو ده، وبعد كده هبتدي اشوح في نفس الحله دي العدس. اوكي نعمل بقى الشوربه بالظبط عشان تاخد من طعم التشويح اللي حصل هنا اهو، وتبقى كده يعني زي ما بيقولوا ضفنا لها زفر. اوكي زفرنا في شوربه العدس. شوربه العدس دايما عمرها كانت ما كانت بتتعمل بلحمه او فراخ او اي حاجه عندنا، هي اكله موفره واكله مصريه شعبيه. لانه العدس كثير فيه بروتين اصلا. بالزبط. يعني اكثر من اللحمه حتى بيقولوا. فبس لطيفه التويست، نايس وملعوبه. طيب مرتينا يا مرتينا يا جننتينا. طيب سؤال، انت دارسه اداب وانت حبيتي الفن والسينما، طب ليه ما درستي او تخصصتي بهذا وتخصصتي بالاداب؟ بابا في البيت يعني كان شويه تمثيل حاجه خضه شويه، اللي هو طبعا من الخوف ومن هو مش عارف ده ممكن يكون ايه مستقبله، ممكن يكون انا اصلا موهومه زي ناس كثيره جدا حابه تبقى يعني انا ممثله او بمثل. فبدا يكون شهادتك هيك سلاح بايدك كمان، فلازم اهم حاجه الدراسه. فدخلت اداب، دخلت قسم فلسفه برضو عن حب. وده بسبب ميت امال اللي كانت بتديني فلسفه في الثانوي، يعني انا هفضل طول عمري اقول لها شكرا جدا اوصل لها. ميت امال هي كانت سبورته جدا وانا في ثانوي، وكانت بجد عارفه بقى الناس اللي هم حببتك بالماده جدا وبتساعدك وتروحي لها في اي وقت بقى في البريك بعد المدرسه. فانا حبيت الفلسفه بسبب ميت امال، وبعد كده لقيتها شويه الفلسفه شبه الفن شويه يعني. أوكي. بتساعدك انك
تتقبل حاجات حواليك كتير فبتساعدك في الفن وتفهم برضو يعني سيكولوجية وعقل الإنسان عشان تعرف تشوفي الإنسان ده ممكن يعبر إزاي أو بالضبط. هي فلسفة أساسا أصل كل العلوم فبالتالي متفرع منها حاجات كتير. فلما درست بقى فكنت بقى إيه طول ما أنا وبابا إيه يسمعني ويقعد يتكلم معايا كنت طول ما أنا في الجامعة في كاست المسرح على طول وباخد جوائز وأحسن ممثلة في الجامعة ومش عارفة إيه. فيش في صورة هلأ رح تطبع صورة لشخص بحبها كتير 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 وجميلة جدا جدا. الله يرحمه أستاذ أحمد خليل طبعا كان آخر عمل فني لي معنا في الله يرحمه ألف رحمة ونور عليه. كان من بجد أكتر الشخصيات المحترمة اللي ممكن تتعامل معاها وطبعا ربنا يديها الصحة وتفضل قمر ومنورونا حاجة جميلة جدا. ودكتور أشرف يعني أبويا الروحي أكيد هاي الصورة شو دي كواليس قوت القلوب تقريبا كان في الفيركس أنا فاكرة اليوم ده. طب كيف كان الكواليس؟ تحكي لنا أكثر عن قوت القلوب. يعني أنا صراحة بدي أرجعك ل 2012 وقت ما أنت هيك كانت أول تجربة لإلك خلينا نقول. فكنت بدي أسألك كيف كان أول مرة وقفتي قدام الكاميرا وكيف أجعلك الورق؟ كنت أسألها ده جدا بس الممثلين دايما بيبقى بيتعذبوا عشان ياخدوا دور يعني تعملي كاستنج كتير. هل ده حصل معاكي ولا دخلتي على طول؟ بس هقولك على حاجة هو موضوع الدراسة بيفرق كتير جدا خصوصا لو انت جاي من مسرح الجامعة ده بصراحة بيدينا سبورت كتير قوي لان انت اول حاجة زي نفس فكرة البرنامج او فكرة انك تقدم محتوى لآخرين فالمسرح بيكسر عندك حاجز الخوف او التوتر او يعني يخليك تقدر تكون قدام مجموعة فبالتالي لما تخش كمان المعهد وتكون اكتر بروفيشنال ومتخصص وبالمناسبه احنا كمان جوه المعهد في قسم تمثيل واخراج كمان بندرس حاجات ليها علاقه بالكاميرا يعني بندرس تمثيل سينمائي تمثيل تلفزيوني فده فادني جدا لان انا بعرف مثلا حجم الزوايا ومش عارفه ايه يعني مش جاست ان انت مسرح تكنيكال يعني في شويه يعني. مش قوي بس هي ايه يعني فرع من ضمن الفروع الاساسيه كتيره اللي عندنا ان انت تعرف وانت ممثل واقف قدام كاميرا المفروض يكون فريمك يكون زواياك يكون ادائك بتقال لك انت في الميديا انت فاهمه يعني ايه تقال لك ان في بتاعه في العموم بيتقالكيش بس انت بتسالي اكيد صح بسال وبعدين هو انت بقى بتلاحظ ده جوه الشغل يعني لما يكون حد متخصص غير ما يكون حد شويه ده مش بيتعب المشاهدين هو بيتعب اكتر الناس اللي ورا الكاميرا او الناس او بيخليك تنجز اكتر وقتك فطبعا اول وقفه قدام الكاميرا انت لازم تبقى ناسي الكاميرا لان انت اوريدي متعود انك بتبقى قدام ناس كتير عشان تعيش الدور اكتر فانت خلاص كاني على المسرح ومفيش مشكله يعني بس هي اول عملت شويه تجارب كده صغيره بس كانت اهم خطوه او بدايه كانت من جوه المعهد كنا بنقدم احد العروض يعني في مهرجان وكان موجود في لجنه التحكيم استاذه سوسن بدر واستاذ احمد خالد موسى واستاذ ريمون مقار وناس كتيره جدا من الاساتذه يعني فساعتها اخذني استاذ ريمون مقار للاب الروحي الجزء الاولاني من العرض يعني كنت انا وبنتين تانيين كمان واشتغلنا في الجزء الثاني لا بروحي طبعا تأليف الجميل صديقي اللي هنورنا قريب هو هنا هاني سرحان طبعا جميل طبعا يعني قديش حلو هيك انت مطلع انا شوفي احكي لك شغله احنا بالعاده كمشاهدين عن جد لانه هلا انا انسي انه انا هلا مذيعه بس بالعاده مثلا بيهمني ما كنت اطلع على التفاصيل انه هذا مثلا والتسلسل او بالضبط يعني بيهمني القصه نفسها بيهمني الممثلين نفسهم بس خلي بالك ده ليه لان انا كنت بشتغل في المجال لا مش بس عشان يعني مش ثقافه عامه هي انا كنت بشتغل في المجال بس ورا الكاميرا كنت بشتغل ستايلس كنت بشتغل مونتير فانا طلعت مع الجيل ده يعني جيل هالي سرحان والناس اللي دلوقتي هي بيشتغلوا في كل مجالات الميديا انا طلعت معاهم كنت ورا الكاميرا يعني عشان كده هو ده بيبقى ظلم كمان ليهم لان هم بيبقوا ورا الكلمه الجندي المجهول انا بقول لانه لولاهم كان يمكن العمل ما يطلع بهالطريقه الحلوه وبعدين هم كلهم بيتعبوا عشان انت في الاخر تطلعي في يعني اون سبوت كده فهم مجهودهم طبعا
فعايزه اقول اكبر، بس هو مجهودهم كبير جدا. صحيح. ايش انت عملت؟ انا عملت ايه في نفس الحله اللي شوحت فيها اللحمه المفرومه، هشوح دلوقتي العدس، والعدس لازم يتشوح كويس جدا، نزل معاه البطاطا والقرع والجزر، هيدينا لون غني جدا اورنج، وكل الحاجات دي من نفس اللون، يعني العدس اورنج والبطاطا والجزر والقرع، وكمان هنزل بقى السوفريتو اللي هو الكرفس والبصل والثوم، كل دي اطعمه، وكل الخضار ده انا مش منزله ني، انا منزله مشوي في الفرن متشوف. حتى الثوم. وبعدين بقى يعني اسف اذا عم بقطع عشان انا اعرف، انا مثلا الشوربه العدس اللي بنعملها ما بحط فيها تومه، اه بتحطيش توم بس بصل. اوكي. بصل والعدس فلفل اسود. اكيد بتعملوها اخف من النمل. كمون وملح. اه مش ثقيله بس احنا بنحب احنا بنحب الطعمات القويه والحاجات الثقيله دي. احنا حرشين قوي. ايوه انتوا جميلين قوي حياتي. انت القمر. احنا النهارده بنحب بعض غريبه. اسمها يانين مارتينا دايما اطلعي معانا بالفخر. انا وعمر نعمل حاجه. لا لا انا مبسوطه اتفرج عليكم. لا احنا بنقتل في بعض النهارده، بنحب بعض غريبه. اوكي طيب خلينا نسالك شوي هيك كمان اكثر عن مارتينا. مارتينا نفسها مارتينا يعني الإنسانة. مارتينا بالضبط. الإنسانة تقول ايه مارتينا؟ يعني مثلا اذا ما كنتي رح تكوني ممثلة شو كان بتكوني؟ مش عارفة، بس أنا أعتقد إن أنا حاسك كان عندك رد مش عايزة تقوليه. لا لا خالص بالعكس. السكتة دي في رد مش عايزة أقوله. لا لا الرد دي مش عايزة أقوله، أكون بقول كلام كل الناس بتقوله بس شيء حقيقي. يعني أنا حياتي لو عندي اوبشن ان انا اغيرها او اعمل اي حاجه، نلاقي طشه دلوقتي حلوه قوي. الله توقعتها. جعانه انت. ريحه حلوه قوي طالعه بس نفسنا. المهم ارجع تاني اقول لك ان انا اعتقد ان انا اي حاجه تانية لو كان في ايدي اغيرها ما كنتش هغيرها، لان انا حابه الوضع اللي انا حابه كده بسقطاتي وبنجاحاتي وبالوحش والحلو فيا، لان احنا بني ادمين ولازم نبقى مختلفين عن بعض. والرضا جميل جدا الحمد لله، ده اهم حاجه. شايفه يعني هذا السؤال كان هيك خدعه. انا بتعرفي مرات يعني انا مذيعه راديو فكنت عم بسال سؤال هذيك المره للمستمعين بالاردن، عم بقول لهم لو انتم مثلا كثير في منا ناس بتشتغل باشغال معينه عشان الراتب وعشان الدنيا عم بتكون صعبه خلينا نقول، وعندنا التزامات وعندنا بيوتنا نفتحها وكذا، بس لو بعطيهم الخيار انهم يلحقوا شغفهم ويروحوا لشيء ثاني، لقيت نسبه كثيره من المستمعين مثلا اللي عن جد حابب يصير ممثل، اللي حابب مثلا يكون نجار بس هو عم بيكون بيشتغل بمحاسب عشان الراتب بتاعه. فهذا الاشي جوابك جدا خلاني احترمك بزياده صراحه مارتينا، لانه حلو الواحد يشتغل بالاشي اللي هو بحبه بيبدع فيه، زي مثلا عن جد عم بحكي لعمر هذيك المره، وهي انت وهي كثير في ناس حوالي، مش فارقه مرات بكون معنا الراتب قد ما فارقه معنا تنبسطي. لا ده كمان انا عايزه اقول حاجه، بس انا فارق معايا الراتب انا اسف. فارق معنا كلنا، بس مش دي الفكره ان في ناس كتير بتتخدع. يعني يعني ممكن يكونوا فاكرين ان كل الممثلين دول لا يعني انت بالعكس، ده هو ممكن يكون الواحد بيتغاضى عن ان هو يبقى شغال في مكان ثابت بارقام مهمه، ومش طول السنه بنشتغل ومش طول بالزبط. الوقت بنبقى في الحاجات اللي احنا عايزينها، وساعات بنتغاضى عن ان احنا مثلا مقابل يكون عندي سالري ثابت ان انا اعمل حاجه بحبها، وعقبال ما تدفع بقى على لبسك وشغلك هتلاقي نفسك اصلا في الاخر ما بتعملش حاجه. لا هو عشان انت بتحب الحاجه دي. ففي معظم الناس بتبقى فاكره ان يلا بقى ده الممثل وانا ابقى مشهور والاضواء. لا الموضوع مش كده خالص. الواحد بيكون شحات بس مبسوط. مش شحات قوي يعني، خلي في حبه حاجات. لا بس هو يعني هو الصراحه دي الحقيقه المطلقه لقيتها مارتينا. الشخص اللي بيشتغل في مجال الفنون عموما ايا كان ايه هو نوع الفن، هيفضل من الاخر الداس على وشه لحد ما يبقى بياخد فلوس طبيعيه، وبعدين لما بقى لازم يبقى نجم جدا عشان ياخد فلوس كتير. ما تفتكروش ان اي حد بيطلع كده هو قدام الكاميرا هو ده بياخد فلوس. لا مش صحيح. ده حقيقي. فكنت عايز اسالك في حاجه تانية مارتينا، انت بتحلمي ايه اللي يحصل بقى بعد كده؟ يعني متارجته ايه؟ كل واحد كده بينام بالليل ومتارجت حاجه معينه، انت متارجته ايه؟ والله انا متارجته حاجات كتير قوي.
اتعلمتي من عم فؤاد؟ اتعلمتي حاجات كتير قوي. طب انا وانت بتقولي مترجته ايه؟ انا هعمل الطشه بسرعه. انت بصي بتيجي عند الكلام المهم وتعمل طشه. فانا شم حاجات واسمع اصوات مش عايزه اتكلم عايزه اشوف. انا هنا اهو هنعتبر ان الشوربه دي خلاص استوت وضربتها بالهاند بلندر، فهجيب لكم اللي جاهزه مضروبه بالهاند بلندر. بس هعمل هنا اهو الطشه. ونرجع تاني لسؤال مارتينا، هنزل على زيت زيتون او زيت عادي براحتكم توم، وهنزل معاه توم دي ميه فبيفرقع. ماشي فيش غطيان نعمل. هنزل عليه دي بسرعه عشان تطفي الدنيا اهو. معلش يا جماعه الثوم بتاعنا في ميه كزبره، هشوحها شويه صغيرين جدا 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 وخلاص كده اشيلها من على النار عشان ما تسودش. يلا بينا احكي لنا عن احلامك بقى والحاجات اللي انت مترجطاها. طبعا انا نفسي يعني انا عندي هدف، فطول الوقت ببقى نفسي مع الخطوات اقرب له اكتر ان شاء الله. فاكيد احب ان انا اكون موجوده بشكل اكبر، اشتغل اكتر، بابا وماما يكونوا مبسوطين مني طول الوقت. يعني فدي اهم الحاجات، ان انت تكون ناجح في شغلك، صح، في عيلتك، محقق كل الحاجات اللي انت يعني بتضيع عمرك فيها، صح. ففي الاخر يا رب نوصل، يعني تكوني فخوره فيها بالظبط، يعني نوصل بطريقه صح، لان احنا ممكن نوصل اسرع بس ندور على حاجات اسهل، صح، مظبوط. فالواحد بيتعب نوصل صح، ومش مهم نوصل امتى. برافو عليك. طب بما انك ذكرتي ماما وبابا، شو كان ردة فعل ماما وبابا اول مره طلعتي على الشاشه؟ عن جد ما كانوا مش مبسوطين. ليه مش مبسوطين؟ يعني هما كانوا دايما في الاول ايه، يعني مش عايزين يبقوا سبورت قوي في الموضوع عشان خاطر خايفين او مش عارفين رايحه فين. فبعد شويه لا، الموضوع بجد، ومن قبل الشاشه كمان، يعني من اول ما ابتديت خدت جوائز تمثيل وبتاع وبقى كل اصدقائي نجوم وحاجات، فايه ده الموضوع بجد بقى ولا ايه؟ لا ده مش لعبه يا عيال، لا ده مش تطيش كده وهتروح. فلا الحمد لله بقوا فخورين جدا، وبقيت اقفش بابا كده او ماما ده في مسلسل كذا مش وايدك ما انت بتقولش. ايوه بس الحمد لله يا عم. دي احلى حاجه، احنا كمان اعتقد بننبسط الموضوع ده لان اهلنا بيبقوا بيقولوا لكل قرايبنا روح اتفرجوا على عمرو من ورانا، يعني عارف هم مش هيقولوا لك، يعني هو ايه، هم عادي جدا، بس في الاخر فمش مهم، المهم ان هم يبقوا تحس ان هم مبسوطين. الحمد لله، الله يخليهم يا ربي. طب ايش عمور عملت عشان عندي هيك سؤال لازم اسالها اياه؟ ماشي، هنعمل ايه؟ انا جبت اهو الطشه اهي، صح بس هاخد منها على الحروف كده اهو كده، شف بقى وحركات شف وكذا. تاني انت قصد ان انت تخليني ما اعرفش اتكلم ليه؟ بس تطش طشات وتعمل روايح وحاجات. ايش اكتر اكل بتحبيه؟ انا بحب كل اكل. انا بحب الاكل، انا بحب الرد ده عموما. لا بجد فعلا بحب الاكل، الحمد لله. يعني انا الحمد لله اي حاجه بحبها، وفي حاجه بقى بتتعب بترهق شويه. ترهق ولا ما ترهقش، المهم ناكلها وننبسط. احنا انت مريض قولون؟ مريض قولون كلنا مبدئيا، مريض قولون وكمان ارتجاع مريء. ايوه اهلا وسهلا بيا. لا انا احاول الحق نفسي قبل المرحله دي. لا ما تروحيش هناك، مش الذ حته. فانا بحب الاكل طبعا، يعني كل نعم ربنا حلوه، بس ايه المهم بقى اعتدال، نظبط بقى. صح، هي اعتدال نظبط يعني بقى فعلا. هي دي نظبط يعني بقى، يعني عارفه لما تبقى شبعت بس الحاجه طعمها حلو. ايوه تاكل خلاص يا حبيبي كفايه. طب يا بدي اياكي تحكي لنا هيك سريعا، سوري عمر، بس هيك قبل ما عشان شفتك خلصت توترت. بدي اسالك عن افتتاح الامم الافريقيه. احكي لنا شو صار معاكي من الالف للياء، قبل ما يطش عمر ولا يعمل لك شغل. خلاص انا خلصت. الالف للياء هو الموضوع بدا ببساطه كده جدا، ان في احد اصدقائي بعت لي عايز في ناس عايزه تقابل، عايزين حد بملامح مصريه بكذا في حاجه يعني. فروحت عرفت، رحت قابلت الناس، كان في اختيار ما بيني وما بين زميله يعني، وبعد كده ضن احنا الاثنين، وبعدين رحنا بقينا نعمل بروفات. فانا كان بالنسبه لي موضوع بسيط، يعني ايه يعني ما بعملش حاجه مهمه قوي، يعني كنت فاكره ان انا هرقص اكتر، ان انا يعني هقول حاجات عظيمه. فلقيت الموضوع بسيط على قد خبرتي او اللي انا فاكره ان انا عارفاه يعني. فروحنا بروفات كتير مكثفه، وبعدين بيعملوا حاجات بسيطه، فانا عايزه اقول لهم انتوا ما
محبكينها قوي يعني. انتوا مخبرين الموضوع كده ليه؟ يعني الموضوع بسيط. لا ناس بروفيشنال فوق الوصف. كل حاجة بالدقيقة. كل حاجة الخطوة من هنا لهنا محسوب لها بجد. يعني مفيش حد بقى بيتعامل ان يعني الموضوع بسيط. فلا اكتشفت الموضوع مش بسيط زي ما انا كنت متخيلة يعني. فلحد بقى ما يوم العرض يعني إله رهبته طبعا. انا بقى فاكره ان انا البت الفظيعه اللي بتعرض في المسرح فما بخافش من الناس. لا ده استاد عليه رقم مهول كده والرئاسه والعالم بيتفرج. لا الموضوع طلع خضه كبيره جدا فبقيت بعمل كده. هو ده اللي انت فاكره انه عادي؟ فلا كانت تجربه بجد ممتعه ومهمه جدا بالنسبه لي. حتى يعني كفاية أن أنا كنت مشاركة في حاجة مشرفة جداً لمصر ولإفريقيا كلها وللعالم يعني. والحمد لله أن احنا طلعنا بشكل مشرف. الحمد لله أنت دائماً رافعة هيك رأس أهلك ورأس محبينك وجمهورك اللي بيحبك كثير. وإحنا كمان كثير انبسطنا. رح أسكت عشان عم رح يموتني. شفتي إيه رأيك؟ إيه رأيك في شوربة العدس المختلفة دي؟ هي فعلاً شكلها غريب صح؟ ولونها غريب. أيوة وشكلها حلو قوي وطعمها حلو قوي. بعد ما نخرج على طول من الفقره النهارده عملنا ايه؟ كان معانا مارتينا طبعا نورتنا النهارده. مارتينا نورتينا خلاص ده بقى السلوجان بتاعك. والنهارده عملنا ايه؟ عملنا شوربه العدس بالخضار المشوي وطشه اللحمه المفرومه. بجد مروه بجد مارتينا النهارده نورتينا عشان معانا مروه في الحلقه. نورتينا جدا بجد. انبسطنا باللقاء معاكي ويا رب يعجبك الشوربه بعد الهواء. ميرسي. انا اللي انبسطت بيك اصلا. ما حسيتش ان انا في اللقاء. حسيت ان انا معزومه عندكم في المطبخ. ايوه دي على حسابك. فكان الموضوع لطيف جدا ومستنيه ادوق. يلا بينا. واتشرفت بيك دلوقتي حالا. واحنا كمان بالاكثر. انا ما راح اطول عليك عشان خلص شايفتك ريقك كبير بيقولوا. بس اكيد انبسطنا كثير بوجودك معانا. وتفضلي يا مستر عم. النهارده مارتينا عادل نورتنا الممثله الشابه الجميله جدا. وكمان عملنا لها حاجه كده عشان ايه لايقه مع الشتاء ومع يعني التوفير لحظه التوفير اللي احنا بنحاول نعيشها الايام دي. فعملنا شوربه عدس بالخضار المشوي وكمان معاها طشه لحمه وكزبره فريش وتوم حاجه كده خطيره. اشوفكم حلقه جديده من هو وهن.